طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. الجوع والمرض يفتكان بسجناء العراق، هذا الذي يحصل اليوم في سجون العراق، حيث وثق مرصد أفاد الحقوق شهادات صوتية ومكتوبة حصل عليها لحالات جوع شديد بين نزلاء سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، والذي يضم نحو 8000 سجين، دفعت بعدد من حراس السجن إلى ممارسة التجارة مع النزلاء ببيعهم قنان المياه النظيفة وبعض المعلبات والمواد الجافة لقاء مبالغ يصل بعضها لثمانية أضعاف سعرها الحقيقي في الأسواق المحلية. أضاف مرصد أفاد الحقوقي بأنه وفقا لثلاث شهادات لأهالي المعتقلين جرى مقاطعتها مع أحد حراس السجن الذي تحدث عبر الهاتف حول أوضاع السجن الذي يشهد هو الآخر ارتفاعا في معدلات الوفيات أسوة بسجن الحوت سيء الصيت جنوبي البلاد، فإن تلاعبا كبيرا في مقدرات طعام السجناء أدت إلى تراجع كمية ما يقدم بوجبات الطعام ونوعيته أيضا، وهو على خلاف ما تدعيه السلطات العراقية في هذا الإطار. وأشار المرصد إلى أن أوضاع السجناء الإنسانية في سجن التاجي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة وفقا لوالد أحد النزلاء الذي أكد دفعه مبلغا ماديا لشقيق أحد المسؤولين الإداريين في السجن، والذي يعمل كوسيط لإيصال المبالغ ويقطن في منطقة الشعب شرقي بغداد، لقاء السماح بإيصال بعض الحاجيات الإنسانية الضرورية لنجله، بأن أوضاع السجن مفجعة والنزلاء يتضورون جوعا، لافتا إلى أن نجله أبلغه بأن حالات الوفاة التي تحصل في السجن صارت تشمل حتى الشبان، وأن الأمراض وسوء التغذية تفتك بالنزلاء بالمقابل. بالمقابل قالت سيدة عراقية توفي نجلها هذا الأسبوع في سجن التاجي بأن آخر مقابلة له معها أبلغها من خلف الحاجز السلكي السيم كما هو معروف في العراق بالقول يم جوعان. ودون المرصد إفادة السيدة ولأسباب تتعلق بأمنها الشخصي تم حجب اسمها، أكدت بأن ابنها لم يكن يعاني من أي مرض قبل اعتقاله، وتم نقله من سجن المطار إلى سجن التاجي قبل نحو سنة ونصف، وعندما كان في سجن المطار لم يكن يعاني من أي مرض، وكان على اتصال مع أهله، وخلال مقابلتين مع والدته في سجن التاجي أخبرها من خلف سياج سيم بأنه يعاني من الجوع، مؤكدا بأن حراس السجون يبيعون التفاحة الواحدة بمبلغ 2000 دينار وقنينة المياه الصغيرة بمبلغ 2000 دينار كذلك، والصمون الواحدة ب 500 دينار عراقي، إذ لا مياه نظيفة في السجن. وتؤكد بأنه خلال تواجده في السجن تم تشخيص إصابته بسرطان الدم اللوكيميا، وجرى نقله إلى مستشفى الكرخ في العطافية الجناح العسكري، وجرى نقل دم له، وقبل 3 أسابيع أكد لوالدته بأن حالته الصحية أفضل من الزيارة الأولى له، لكنه أكد أيضا بأنه يعاني من الجوع. وأخبر الضحية والدته بأن 8 من زملائه في السجن توفوا بسبب مرض اللوكيميا والتدرن، وأضاف لها بأن التدرن انتشر بين سجناء سجن التاجي في 20 أغسطس من آب الحالي. تم الاتصال بوالدة الضحية من إدارة السجن يبلغونهم بوفاة ابنهم وأن عليهم القدوم لاستلام الجثة، وتم منحهم ورقة مكتوب فيها عبارة سبب الوفاة تحت الفحص، وأخبرهم مستشفى مدينة الطب بأن نتائج تشريح الجثة بعد 3 أشهر، علما أنه بقي على محكوميته 9 أشهر فقط للإفراج عنه. معنا اتصال أم عبد الله من الأنبار. أم عبد الله، عندك ابنك الله يرحمه كان معتقل بسجن التاجي، سولفينا شنو اللي صار وياه، تفضلي. والله يا أبا كان بسجن المطار، وما سجن المطار قال سجن التاجي. نعم. وما سجن التاجي لقيته راحت عليه وقال منهم مواجهة، وراحت عليه ولقيته مريض. أو
المطار كل شيء ما بي. إيه أنا مجت كورونا ما شفته من سنة ونص، وبعد السنة ونص أنا واجهته في سجن التاجي لقيته مريض. إيه كل شيء ما بي، مروح لي كنت أروح له للمطار كل شيء ما بي. إيه وكان يخابرنا بالمطار ومندي أنا لا مقابرة ولا كل شيء ولا اتصال بينا ولا كل شيء، إلا قالوا لي مواجهة، رحت واجهته لقيته مريض. إيه وقالوا لي خذوه وقالوا لي مريض وماخذينه وداري له دهم، وقبل ثلاث أسبوعات أنا رحت شفته. نعم. إيه شفت حالته زينة وصحته زينة، ما ما الموت وما هاي، وقعد وياي وسولف وقال لي ما بدي تنقل لنا. نعم. إيه ويا يمه ترى ثمانية ما تم بالسجن، يا يمه انقليني هذا بي مرض. إيه إيه وأنا والله سبب الجوع وسبب الهاي إحنا تمرضنا. قالش بسبب الجوع؟ ماكو. إيه قال أنا جوعان. نعم. قال أنا جوعان. إيه والله. قال يا يمه أنا جوعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا كل شيء ما بيبي، ورحت شفته وجيت والله مكيفه من شفته زين، وهاي شو ورا اسبوع وخابرونا قال ابنكم ميت تعالوا مستلموا. ايه لا حول ولا قوه الا بالله. زين والله نعم زين. إيه؟ شهاده الوفاه مكتوب عليها قيد التحقيق او بعد ما طلعت. إيه؟ النتيجه برايك ليش سبب الوفاه تحت الفحص؟ اي نعم ثلاث اشهر يلا تطلع. ثلاث اشهر؟ اي وشرحوا ثلاث اشهر قالوا يلا تطلع. يعني شنو السبب؟ ما ادري شنو السبب، ما ادري بويا ما ادري شنو السبب. نعم. اي ما ادري سبب الجوع سبب مرض سبب ما ادري، ما افتهمت كل شيء. اي نعم ولك الغالي بفلوس. الله يعينكم والله جدد. الله يعينكم. ونودي فلوس جايين نعطيهم، يقولوا تفاحه بالفين البطل ما يبل فين، شيء بصدق ما ادري. نعم. نسمع من عندي. ايه الله يرحمه ويعوض الجنه. رحم الوالدين بعد قلبه، حسب الله ونعم الوكيل، وحسب. نعم. الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. الله يجي بيوتهم وحسب الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. ايه والله. وهذا ما اقول لك يعني. نعم. ايه والله ما اقول لك وهاي سالفتي. الله يعينكم والله يلهمكم الصبر والسلوان. أم عبد الله من الأنبار كانت معنا، ابنها توفى قبل كم يوم واللي هو مرصد آفاد من ضمن الحالات في بيان الأخير. خلونا نشوف صورة الجثة اللي أشار إلها مرصد آفاد. هذه الجثة وتظهر عليها علامات الجوع، وكذلك عندنا صور أخرى لأشخاص آخرين. نشوف كذلك مقطع الفيديو مباشرة مع الصورة. نشوف مقطع الفيديو. نعم هذا فيديو لنفس الشخص المتوفي. نعم إذن الجوع والمرض يفتكان بسجناء العراق. نعم إذن الجوع والمرض يفتكان بسجناء العراق. معنا أبو عمر الدجيلي، تفضل أبو عمر من الدجيلي العفو. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر، شلونك عيني؟ يا هلا بك حياك الله، تفضل عيني. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أبو عمر على المساجين يعني. نعم. هو السجين سجين أمانة يمهم. زين من يجون ميليشيات يطبون عليهم يعذبوهم ويقتلوهم ويموتوهم، وهذا أسير. الله والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأسير. زين من طب ميليشيات طب عليهم يعذبوهم، ليش؟ ما يصير هيك. نعم تقدر تذكر لنا حالة بيا سجن بالتحديد أبو عمر؟ هاي وين صارت؟ والله عندك سجن، عندك سجن ناصرية، عندك سجن تاجي. يعني والله من شاذ يطبون عليهم، يطبون عليهم يعرفون والله. نعم. يعني شنو يعني هم السلام دول هم السلام. نعم. يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليك. أعانكم الله، أعانكم الله. نعم. الله. عندك شيء تضيفه ابو عمر؟
أنا أشكرك. الله يسلمك. الله, الله يسلمك أبو عمر من الدجيل كان معنا. خلينا نشوف شهادة وفاة الشخص اللي تكلمنا مع أمه قبل قليل. هذه صورة شهادة الوفاة. طبعا مكتوب سبب الوفاة مكتوب عليها تحت الفحص. ومثل ما سمعنا قبل قليل أم المعتقل المتوفي قالت بأنها أبلغوهم بعد 3 أشهر ومكتوب تحت الفحص. يعني غير سبب الوفاة يكتب بشكل مباشر بعد إجراء عملية التشريح. شنو بعد 3 أشهر؟ يعني إيش راح يصير بعد 3 أشهر؟ إيش راح يتوصل إلى؟ شنو هذه العملية حتى بعد 3 أشهر؟ مثل ما قالت قبل قليل أم عبد الله وسمعنا من عندها. يعني غريبة صراحة أنه يكتب على شهادة الوفاة تحت الفحص ونتائج التشريح تجي بعد 3 أشهر. شيء غريب، شيء غريب. طبعا يعني الصور راح نشوف كذلك مقطع فيديو وصلنا بعد شوية بعد ما ناخذ اتصال أم كرم معنا من الموصل. تفضلي أم كرم. أنا أم كرم من الموصل يا أبا. يا هلا بيش، تفضلي يعني. والله تعد والله بريء. نعم. حكومة مؤبد أستوى بالحلة. أي هذا مو ظلم؟ احكي لنا شنو قضيتك أم كرم؟ احكي. جتك تقلوا ابني وخذوه. نعم. ايوه صح. ايش قد حكم القاضي؟ والله حكم مؤبد. ايش قد عمره؟ هي هواك طالع بالتلفزيون. يعني بالتلفزيون طالع. نعم. هذا ابني هذا. هسا على الشاشة طلعوا على هذه الرافدين، قناة الرافدين. بحق حسي. لو تنصين التلفزيون أم كرم حتى أفتهم عليك. ماذا أفتهم عليك؟ نص التلفزيون حسن، نص التلفزيون زي ما قلت أفتهم عليك. تنصين التلفزيون أم كرم تسمعيني لو ما تسمعيني؟ أسمعك زين والله. نص التلفزيون للأخير يا عيني وأحكي على كيفك. لا والله للأخير. نص التلفزيون وأحكي وياي على كيفك حتى نفهم شنو القضية. نص التلفزيون فضل. ابني قذف يوم التحرير. اي صار للتحرير 5 أسبوع تحررنا وسمحنا. والله لا داعي في لا في تهمات حتى جاري مؤبد عنده بنية وليد. نعم. اي والله اي والله اي والله تمام. ايش قد عمره؟ يا عمره مواليد ايش قد؟ 97. مواليده 97. صار له 5 سنوات من اخذه. اي والله هذا صار له. اي زورينا تروحي له للسجن لو ما تروحي له؟ والله كنت اروح له بس من اروح عليه من عونه من عون زياره. نعم. توصلك اخبار عنه؟ لا والله هذا صار لي يمكن 5 سنوات يعني عنه. على الواضح تخبرني الله يرضى عليك. الله يعيني شنو سأل الله ان يفرج عن والله وانا حرمه حتى عيوني ما اشوف بيهن. أم كرم من الموصل كانت معنا، شكرا لك. طبعا كما جاء في بيان مرصد آفاد بأنه أقر أحد حراس السجن الذي طلب عدم ذكر اسمه في إفادته مع مرصد آفاد بأن أوضاع السجن غير آدمية على حد تعبيره، وبين بأن عمليات بيع التفاح والموز وحبات الطماطم والبصل وقناني المياه والصمون من قبل الحراس مستمرة منذ سنوات وبعلم إدارة السجن، وهو أحد الأسباب التي فاقمت الأوضاع بالسجون، إذ أن عدم تقديم الطعام للسجناء يضطرهم للشراء، ومن لا يملك المال يأخذ بالدين ويبلغ الحراس بأن أهله سيسددون المبلغ، وبالفعل يقوم الحراس بالاتصال بالأهل لفعل ذلك، وعادة ما تكون الأسعار كبيرة جداً، مبينا بأن التلاعب لا يشمل كميات الطعام بل بنوعيته أيضا، وهناك تلاعب في الأدوية إذ يتم
إذ يتم صرف وصفات وهمية واستلام الأدوية لصالح العاملين بالسجون، كاشفا عن وفاة 7 سجناء منذ مطلع الشهر الحالي في السجن جميعهم بالعقدين الثالث والرابع، وهذا يتوافق مع شهادة أم عبد الله قبل قليل من بنها المتوفي اللي أخبرها قبل 3 أسابيع بأنه 8 من زملائه توفوا داخل السجن. قال بأنه وثقت الأسباب بالتدرن واللوكيميا والفشل الكلوي والجلطة الدماغية، متحدثا عن أن أوزان السجناء وفقا للمعايير العالمية غير طبيعية، لأن بعضهم لا يزيد وزنه عن 40 كيلوغرام بسبب الجوع وسوء الأوضاع داخل السجن. معنا اتصال، معنا اتصال من الموصل. أم وسن، تفضل يا أم وسن. أنا أطالب بالعفو، زلتي الحكم معبد كل شيء ما عنده من التأذيب، معترف على نفسه. نعم معترف من التأذيب أخويا، وعندي جهال وعيشتنا صعبة، وهذا صار 4 سنين لا واجبنا ولا شفنا من أخذه. منو اللي أخذه وش قد عمره؟ أخذ عمره مواليد 78. إيش قد مواليده؟ 78. تمام. اي اخوي اخذوا يتعلن من جيراننا، اخذوا قالوا استفسار ورجعوا، و17 يوم هم يعلبون بي، يعني حتى لنا سايتات بيدو لنا الحلقات انا يشدوهم بيديهم. تعبينهم بل بلايسات، و17 يوم يكتبون بينا معترف من الشيت وكل شيء ما عنده. ايه منو اللي اخذه؟ أخذوا ودوا عن فيصلية، ظل سنتين بالفيصلية بس ما واجهنا، ودوا السنة بس تاجي واستنقلوا على الفلة. يعني أنتوا كنتوا بالموصل أثناء وجود داعش لو طلعتوا ورجعتوا؟ لا لا لا، ورا ما تحررنا بثمان أشهر أخذوه. ها ورا ثمان أشهر؟ 2018 24 زين. هم الزور هم تروحي للسجن تشوفينا لو اكو زياره؟ رحت مرتي مع التاجي بس وديت له ملابس، ماكو زياره. اي وقت كورونا رحت على الحله قبل شهرين وديت له زاد ملابس وهدوم. شلون وضعه؟ يعني وضعه الصحي ياكل يشرب؟ ما واجهته، قبل ما واجهته ما واجهنا بس على ما نعرف. والله وعندي جهال عيشتنا صعبة وحيل تعبانين احنا، يعني عوائل المعتقلين تعبانين حيل حيل. شي يحكي لك من رحتي لآخر مرة؟ والله ما شفته ما واجهته أبد، بس وديت يعني بس ماكو مواجهة. ها ماكو مواجهة؟ اي ماكو مواجهة، تعبنا والله تعبنا الناشد بالعفو، يعني عندنا عوائل هم احنا سلام. هم احنا كفار يعني هيش ما يرحمونا. نعم أطفالنا هم يتامى، يعني يتحسرون على كل شيء ما عندهم، يعني هي 4 سنين يعني لا رايحين لا جايين كل شيء ما عندهم. نعم نطالبكم بالعفو ورحمونا، يعني ما يصير والله تعبنا حالفنا، يعني حال تعبنا. نعم أم وسن كانت معنا من الموصل. معنا اتصال أبو عباس من الأنبار، تفضل أبو عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك. الله والله أخوي من الرمادي سجن 6 سنين. أي وسفره للرمادي، من الرمادي لبغداد سفره. نعم. أي وداني المطار الله شهر 6 سنين ظل، ومن طلع بس عن 85 كيلو والله صاير 200 كيلو والله شاهد. شلون شلون؟ طلع قوة يمشي والله تمنع. أبو ما افتهمنا على أبو عباس، شنو راح المطار؟ شنو منو اللي أخذه؟ نعم احنا دا نحكي على سجن التاجي، دا تصير بيع عمليات تجويع وبيع أطعمة. طبعا دعا مرصد آفاد الحكومي والمنظمات الحقوقية لفتح تحقيق عاجل في أوضاع سجن التاجي ومن قبله سجن الحوت، إذ أن استمرار الإعلانات شبه اليومية عن الوفيات بين النزلاء داخل السجون دون أي تحرك حكومي أو حقوقي وبرلماني يجعلها متورطة في التستر على ما يحدث من كوارث إنسانية في سجون العراق. طبعا يوم أو توفي معتقل كذلك جديد في سجن الناصرية المركزي المعروف بسجن الحوت،
وذكرت مصادر مطلعة بأن معتقلا من أهالي محافظة نينوى يبلغ من العمر 26 عاما توفي في سجن الناصرية بمحافظة الديقار جنوبي العراق بسبب التعذيب والإهمال الصحي، وتصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الوفيات بين السجناء لا سيما في سجن الحوت بسبب الإهمال الطبي والتعذيب دون أي تحرك حكومي أو قضائي. الاتصال، ما سمعت الاسم؟ أم سجى من بغداد، تفضل يا أم سجى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك على هذا البرنامج يا أمي. الله يسلمك ويخليك. الله، شنو قضيتك أم سجى؟ أنا متابعة البرنامج مالكم، الله يحفظكم. نطلب من الله منكم توصلون صوتنا. تفضل يا أم سجى. عيوني يما، والله أنا عندي ولد محتقر. نعم. مغيب، وأنا هم مخابركم سابقا، وعندي 4 شهداء. والله يا يما بس كنت يرحموني بحالنا، والله على لا ماكل ولا شارب، كل حرب بالقرآن. والله يا يما شنو قضيته؟ وهل زرتي مؤخرا للسجن؟ بيا سجن هو؟ بغداد. هو بغداد، شنو تهمته؟ ايه والله يا عيني تهمه باطله. امراه احنا لا شايفه لا تعرفه لا يعرفه، بسبب مشكله بالمنطقه ويشهد ما نعرف شلون رتبوها. خابر الضابط قال له تعال لانهم مضغوبوه، وخابروا عليه قالوا له تعال، راحوا ليدي ليوم وليله يومين هو قبل تحت توقيت حكم وما اعرف شنو، ما اعرف شلون احنا ناس فقر الله يا أعرف شلون كله يعني قضاء يعني خطر والله. وعنده سبع دعاوي كلها تنازل كلها الله يشهد. بلكت القضاء تسمعنا ترحم الحال، هذا ظلم يعني القضاء من تحكم غير تدز على أهله أختار بالمنطقة، تدز على استخبارات تشوف في شباب كاتل عايل ماكل شارب شوية يعني غيرتهم تنتهم علينا. الله ما يصير والله يا أمي. شو بدي أقول لك، الدنيا هالقدوتها ترى زين ما تضل هيجي. والله هالقدوت. أم سجى، شو وقت آخر مرة زرتي؟ هذا الشهر مرة رحت ما خلوني، يعني هذا الشهر الوضع طبعا أنا من أخذولي يعني من صابت كورونا اليوم زرت بس ما. تمام، شلون وضعه أيوة زرتي؟ شلون وضعه؟ والله هسا اللي يصل فيليس شوي والله يا يما فلوس إلى الله، وانت بعد يا أمي تحطك فيه لشارك والحمد لله يا يما. بنتك يرحمونا خلي يعيدون المحاكم عليهم، بس الكاظمي من هنا وهنا الله خليهم يعني يدز على الأمهات يعني شوية يعني يفكرون بأمهات يعني هم هم عجب أمهات أولاد. الله أكبر، من راح ينتخب إذا هم أولاد؟ ولا قصد يوم أسمع يجيبون طاري المحتفظ وأكبر قابل هم مجرمين، وانت بعد تعرف يعني المحكوم بعد شنو حاله. ليش هيك قبل؟ ليش؟ والله العظيم حاله مرة صقر، والله العظيم وعيد متروس. نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. ومسجة من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. إذا الجوع والمرض يفتكان بسجناء العراق. طبعا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين وصلنا يوم أمس مقطع مصور لجثة الشاب كان معتقلا في سجن المطار كما قال ذووه ويدعى علي لفتهاكور من سكنة محافظة ديالى. توفي يوم الأحد الماضي قالوا بسبب التعذيب في سجن المطار، وطبعا توفي بعد يوم 20 بالشهر، وبعد يومين استلموا أهل الجثة قالوا بأنه تم اعتقاله من كان عمره 15 سنة، أي كان قاصرا في ذلك الوقت، وبعد 5 سنوات أي عندما أصبح عمره 20 سنة استلمه أهله جثة هامدة يتضح عليها آثار الجوع حيث أصبح كأنه هيكل عظمي. خلونا نشوف هذا الفيديو. ما يبي واحد تعدي الوشي ما بي مساعد جلده عظم ضال بي ما هو خلاص جلده عظم لا تفتح هسه تعدي الراس جلده عظم ما حسيت اشوفه ما بي هالشغل انت شوف تعدي الوشي ايش تعدي الوشي ندري وش هي شيء ما هو هو شوفه هو حاسيل شوفه فقال شلون قال ابوي حبايه العوام ما ابي حبايه ايش تعرف من حبايه العوام ماكو حبايه ولا كو خلصان جلد وعظم ما يصير كشفنا يلا غطي غطي وش ما يصير ما يبي واحد تعدي الوشي ما بي مساعد جلده عظم ضال بي ما هو خلاص جلده عظم لا تفتح هسه تعدي الراس جلده عظم ما حسيت اشوفه ما بي هالشغل انت شوف تعدي الوشي ايش تعدي الوشي ندري وش هي شيء ما هو هو شوفه هو حاسيل شوفه فقال شلون قال ابوي حبايه العوام ما ابي حبايه ايش تعرف من حبايه العوام ماكو حبايه ولا كو مقطع اخر يوضح كيف هي يعني حالات الجوع او الاهمال الصحي داخل السجون في العراق. معنا ام حيدر من الفلوجه، تفضلي ام حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. شلونك يا أبو؟ يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك، تفضلي. شنو قضيتك أم حيدر؟ يا ريت نص التلفزيون للأخير. تلفزيون للأخير فدوى. تلفزيون للأخير حتى نفتهم عليك. نعم. تفضلي. يا أبا قضيتي أني ابني 12 يوم. لزم علي للمركز. وقالوا له معلومات ما عرفوا هم أهل المركز أصدقائه. العصر هيك بالأربعة جاية قوة وهاي إلى 12 يوم وما خلصت وطالع عن بغداد. بس أنا وخواته وأبوه وأخوته مفقودين من 16 نزل الفضلاوي والحد الآن حتى مريض وما أعرف مصيره وين هاي إلى 12 يوم أدارو أوف كوم تبناوي توجهال حتى ألباس بيناتي تقدم بصحاول وأنا أريد أنا أشدكم وشوفوا لي وين مصيره ومحمد ما عنده وأنا أمحكم زبتي وولدي ونسابتي كلهم راحوا ب 2016 وأريد أعرف مصيره. نعم ما رحت للشرطة مال فلوجة أم حيدر؟ ما راجعت الشرطة مال فلوجة؟ سألت ما حد ينطيني نشتة كل الأعمال ينطيني نشتة وأرد أعرف مصير ابني وين وايف ما عشامه زين منو قال لكم منو اللي قال لكم أكو قوة من بغداد أخذته؟ منو اللي قال لكم؟ هم قالوا أنه جاي قوة من بغداد وما السبب شنو؟ ما أعرف يعني هم يقولون ما نعرف إيه زين على شنو دزوا عليه؟ هم دزوا عليه لو اجوا اعتقلوه بالبيت ما لا لا هم دزوا عليه هو هم ودزوا عليه وراح ولحد الان كل شيء ما اعرف شنو شغله هو
هو قاعد مريض. اها والله. وصار لكم 12 يعني يوم ما تعرفون عنه شيء. اي والله كلش ما اعرف عنه. زين ما رحتي ما قدمتي دعوه؟ ما اشتكيتي؟ لا كل ما ينتظر هو ما عنده شيء. هم راح يجي منين مصير ابني وين؟ لا روحي قدمي دعوه قول لهم ابني انتم دزيتوا عليه صار لكم 12 يوم مختفي فهمونا شنو تهمته؟ يعني اروح للمحكمه مع الفلوجه؟ اي طبعا ان شاء الله. تسلم. نسال الله ان يفرج عن عن عنكم. الله يسلمك. الله يسلمك. ام حيدر من الفلوجه كانت معنا. طبعا في احصائيه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب لشهر تموز الماضي قال المركز بأن السلطات الحكومية تحتجز الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحية لسنوات بدوافع انتقامية وطائفية. وتحدث المعتقلون عن الطعام الذي يقدم لهم بأنه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك البشري والأدوية الطبية منتهية الصلاحية وبأن الظروف الصحية معدومة في زنازينهم وأنها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتين مما يؤثر على صحتهم بشكل مباشر. معنا اتصال أم علي من الموصل. تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. الله يبارك بكم على هذا البرنامج اللي يشكي من واقع الناس. ابني الله يعني يمكن هاي ثالث مرة أتصل عليكم وأنا متابع برنامجكم. الله يخليك أخويا. الله يرضى عنك. أنا عندي معتقل في السجن الناصرية. أنا صار لي 4 سنين ما شايفته. ألو وياك أختي. أنا صار لي 4 سنين. أنا 4 سنين صار لي ما شايفته. هذا الولد يمكن أنتم تعرفونه أكثر من مرة. أنا طرقت هذا الحديث أخويا ابني على ضرب السطرة وقرايبه مقدم بالأمن والاستخبارات اسمه مقدم صدام. فوتوا ابني بباب مال إرهاب وهي معرس يعني على كون على ضرب بقل. هسه ما أريد كل شيء. إحنا لا نروحون على سجن الناصرية وندق اسمه يطلع موجود هناك ونمطي أمانات بس ماكو مواجهة عليه. أخويا الله يرضى عنك أبو مشلول وأنا راعية بنات. نعم. وما عندي بس الله عيني ويدحق علي. أريد توصلون صوت لأي مسؤول لأي مرحوم والدين لأي واحد عنده رحمة وشفقة لأي واحد عنده ذرة من الإيمان ومخافة الله أن ينظر الحال أهالي المعتقلين. ليش إحنا ما يخلونا نشوف أولادنا؟ عندي أني من الناس دقيت اسم ابني موجود عندهم بلو يعني بالسجن ودبيت أمانات ما يخلوني أشوف. وأنا أريد أشوف ابني هاي صار لي 4 سنين وفات بالخامسة يعني السجن من تمام. أم علي أم علي يعني أنت ابنك نعم شقد حكم القاضي؟ اعدام. حكم اعدام تمام على ضربة بطش مادي. زرتيه قبل وهو كان قبل هاي السنوات شفتيه انت بسجن الناصرية لو ما شفتيه نهائيا من تم اعتقاله؟ هو كان مسجون بتلكيف. أيه؟ مقر تلكيف من 2018 هو كان عمره 17 سنة يعني حدث. نعم الولد حدث ما خلوه ينحكم وما حاكموه الحد ما بلغ. لمن بلغ سحبوه من تلكيف على الفيصلية. من فيصلية الصليب الأحمر خابرني قال لي ابنك النقل عن ناصرية يعني هو صار له من ناصرية سنة. حاكموه قلت له ايش قد حكموه؟ قال والله أختي أنا ما أعرف. لما رحت السجن الناصرية افتهمت بالناصرية ما أكو بس إعدام ومؤبد. رجعت من موصل دقيت اسمه يمهم حاسبة قالوا موجود عندنا وانطيت يعني دزيت وصلا ما وصلا ما أعرف. رجعت للمحكمة مال الموصل هنا مال تلكيف طلعت قرار الحكم ماله حاكمين إعدام وتاهمين بتهمة مال إرهاب. هذا ضابط من مقدم بالأمن والاستخبارات قرايب هذا اللي تعارك ويا ابني فوتوا الولد الباب ما يطلع منه. والله العظيم والله العظيم ومالك يمين علي أقسم بالله العظيم ابني من وقت داعش كان بصف سادس ابتدائي ونجح على أول متوسط وبطل وقعد. والله العظيم اشتغل بمحل مال دجاج وبيع دجاج يذبحون ويبيعون. والله العظيم مال لا ويا اللي يروح ولا ويا اللي يجي وكلها بالفلوس. اللي تعاوننا وياه قال انا اشتريت المركز بالفلوس واشتري الضباط واشتري المحكمه كلها بالفلوس. واحنا ناس فقرة على قد حالنا والاب على فرهان شلو قعد على العربانه وصفيت اني حرمه اني ام واني ابو ما اعرف مالي غير الله وانتو. بلكي تتوصلون صوتنا يا اخويا الله يبارك بعمركم وينطيكم الصحه والعافيه.
يعني ترى ما مجرم يعني تحكمون اعدام، شنو الاوراق، شنو اللي سواه ابني، وشنو اللي كاتبينه الضباط تحت التعذيب ومخلينه محترف على نفسه بالشكل وبالتعذيب، ست اشهر هو محفوظ جوا العصاية يقتلون به، هذا المقدم واهوانه والله العظيم وفوق الله وابني قرر يحترف على نفسه، وما يندل والله ما يندل، باب الطاب يمنا ما يندل، وين طفل طفل والله طفل. زين ورا ما حكم القاضي شفتيه؟ ما شفته، ورحت للناصرية وما شفته، ما قبلوا يطببوني، قالوا السجنين وتنتظرين، وأنا من قبل العيد الكبير أنا رحت ونطيت اسمه ونطيت رقم الواتساب واشتركنا حتى ما عدنا انترنت، والله ندين حق الرصيد ونشترك في سبيل، بس ننتظر منهم رسالة يقولون تعالوا قوموا على ابنكم، وما أكو ما أكو، هاي الوية راحوا هاي ثلاث مرات راحوا وطبوا وشافوا ولدهم وأنا ما أكو، ويا أخويا بخت الله وبختكم داخل على الله وعليكم، أنا استعدوني يتوصلون صوتي اعتبرونا خواتكم نحنا طبعا، يعني ظلم هذا اللي قاعد يصير بالمعتقلين، ظلم أعانكم الله، الله يبارك بعمرك يا أخويا وبارك أبيكم على هذا البرنامج الرائع، والله يبارك بعمركم يا أخويا. نعم أم علي من الموصل كانت معنا. طبعا هو الأمر بمخالفات قانونية وإنسانية كثيرة، منها انه مكان حدث انتظروا الما يصير عمره 18 سنه حتى حكم القاضي، وهذا يخالف القانون، والموضوع القانون الاخر القانون الانساني بانه تمنع امه او اهله من زيارته بالسجن. هذه مخالفات كثيره رصدتها كبرى المنظمات الانسانيه على المستوى العالمي وكذلك على المستوى المحلي من هذه الخروقات. معنا اتصال حسين. حسين من ميسان، تفضل حسين. تحية نعم. لك وتحية لقناة الرافدين وعلى هذا البرنامج الجميل. طبعا أخي العزيز، بداية علينا أن نعرف أن العراق أسير. نعم. العراق ليس للعراقيين. نعم. العراق أسير بيد ميليشيات خارجة عن القانون. ميليشيات تنفذ مخطط خارجي، مخطط إيراني للسيطرة على الوضع في العراق، من ناحية الزراعة، من ناحية الأراضي، من ناحية النفط، من كل شيء. وما يجري اليوم بالعراق من عمليات اغتيال ومن تغيير ديموغرافي ومن السيطرة على الأراضي ومن قتل الدكاترة والجامعين، يعني العراق بين قوسين غادة صار بيد ميليشيات مسلحة خارج عن القانون. وأما المؤسسات الدولة بجميعها بكل دوائرها هي بيد الميليشيات. وأما إذا نتكلم عن السجون، فالسجون جرائم حرب موجود بالسجون، بداخل السجون استغلال مادي، استغلال جسدي، اغتصابات لبعض الشباب موجودة وموثقة بحقوق الإنسان والناس من داخل السجون، استغلالهم ماديا، تصفيات عرقية، تصفيات طائفية، قتل مساجين، كل شخص مطلوب أو كل شخص قاتل مجرم موجود عايش في السجون في أمان وعنده موبايل. وأنا أعرف عناصر من ميليشيات قتلت واختالت شخصيات موجودة داخل السجون، عندها انترنت، يزورونها أهلها بأي وقت، قاعدة بأحسن مكان، تبريد، طعام درجة أولى. وأما باقي الناس اللي أصلا أغلبها أغلب المواطنين اعتقالات بدون أمر قضائي، بدون جرم، وهي اعتقالات طائفية نفذها ميليشيات من أجل تصفية شباب العراق. أما أنت اليوم تكون بأمرين، أما تخرج خارج البلد وأما تنقتل وأما تسكت، ما تقدر تتكلم ولا كلمة، لا تقدر تطالب بحقك ولا تقدر تطالب بشيء. إحنا اليوم أي شخص يطلع بالشارع يقول هذا الشيء خطأ ينقتل، وكل اللي يعرف، الكل يعرف من أحزاب ومن قنوات حضرتكم تعرفون عمليات الاغتيال اللي قاعد تنال من الناشطين ومن المتظاهرين ومن الناس المدنيين، بحيث أنت اليوم تعيش في غابة بالعراق تحكمها ميليشيات، تحكمها شخصيات سياسية خارج عن القانون، أصلاً أغلبهم جنسياتهم خارج البلد، عايشين بإيران، عايشين بغير دول. فأما اليوم إحنا معاناة العراقيين معاناة زين كبيرة. أخي حسين، يعني هذه طريقة التجويع واستمرار حالات التدرن بين السجناء، اللوكيميا، الفشل الكلوي، يعني حالات دعت تزداد، مو هذا يعني تعمد بقتل السجناء من قبل سلطات السجون؟ تعمد بإذلال العراقيين، تعمد
هذه إعدامات بطريقة أخرى، يعني بكرة أنه يصعد على منصة الإعدام قاعد يعدمه يلبه بملجأ بأمراض بقذارة بدون طعام تعذيب أكل ماكو استغلال ماديا الأمراض متكاثرة بحيث يخليه يموت تصفيات داخل السجون تصفيات مكان ما خارج السجن يقتله أم يختاله راح يجيبه بدون عمر قضائي دخله داخل السجن يعذبه ويقتله ويطلعه التقرير الطبي يتكلم غير كلام كل ما يجري اليوم بالسجون هو مقصود من ناس تجار بالدماء تجار بالدم العراقي ناس تريد تصفيات عرقية بحيث تريد تسيطر على البلد بالكامل والكل يعرف وين تريد تحول البلد المن تريد تجر البلد قاعد الزج شبابنا بحروب ليس لنا هذا شيء. أنا أشكرك حسين من ميسان كان معنا. علي من بغداد تفضل. علي مساء طمعنينة على ابن الخير. ألو ذهب العزيز الغالي. أهلا علي تفضل. والله العظيم الصوت الراقي والإنسان الطيب الله يبارك بيك اللي دائما ما تتكلم إلا بالحقيقة الواقع اللي إحنا العراقيين اللي جاي نعيشه يوميا. نعم. من تهجير طبعا وناس أبرياء اللي هم من طائفة جروهم بالغدير وبغدأوا بالمشتل ميتلون زين يهجرون ويأخذون بيوتهم ويأخذون والناس بس تريد تطلع بحال سبيلها وتعوب خربها تعوب بيرجها في سبيل بس تريد تنهزم زين من وقت مال الميليشيات وعلى الهوية والاعتقالات أستاذ عمر والله تعبنا. أنا كنت طبعا أنا وأخويا كنا بالألفين وثمانية بوزارة الداخلية والله العظيم والله العظيم حرب نفسية ويطبوا لك بمنتسبين وهم طبعا منتسبين وهم يعني منتسبين بحجزك يعني بالهذا الجيش المهدي ويقول لك أنا حربك وكذا من هيك منطقتك وإحنا كنا نضرب عليكم هاونا صاحبية بالفصحى. أنا كنت بوزارة الداخلية بالطابق الأرضي والله يحكي وياك هيك بهالفصحى يهينك والله ويضربك أشد الضرب زين. طريقة التجويع طريقة بيع الطعام على المساجين الإهمال الصحي والله العظيم عايشين على الصوتج والكبة والخضرة هذا الله باشر عقبه يحاسبنا على هاي الكلمة أقسم لك بالقصد صارت والدي الله يرحمه ويرحم والديك طلعنا بفلوس من حلقة السبع والله يا أستاذ عمر دعت أولادك دفع فلوس يعني فيديو طلعنا من عندهم قال بابا يقتلوكم قال بابا يقتلوكم ناس ما معنى الكلام شيت انتم من العظمية هيك تحكي لك هذا القصد والله العظيم رحمة بقلبهم ماكو والله العظيم والله العظيم تطلع بالباب مال هذا مو تطلع مثلا عندك اطلاق صراحة طبع ولد من البياع عمر ومحمد عامر ومدري من عمر راحوا معه حتى عليهم يجوا مواجهة عليهم ملقوهم راحوا من الباب الحمد لله على سلامتكم. يعني أنا أشكرك علي من بغداد كان معنا. نشير إلى ما وثقه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب خلال شهر تموز الماضي وفاة أكثر من 19 معتقلا تحت التعذيب والإهمال الطبي في سجن الناصرية المركزي فقط وتوثيق حالتي وفاة تحت التعذيب في مراكز شرطة البصرة بسبب تشابه الأسماء كما رصد المركز عدد الإصابات في صفوف المعتقلين في سجن التاجي والحوت والتسفيرات إلى أكثر من 246 إصابة بين تدرن رئوي وكورونا وأمراض جلدية جرب. خلونا نقرأ رسائل الواتساب. رسالة على الواتساب يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر وياك أبو عادل من الرمادي ونطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب معرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. رسالة من أحمد المشهداني يقول وظيفتي أمنية يقول أريد العراقيين أن يعرفوا من هم الإرهابيون الذين يقتلون بالعراقيين كل يوم
وسمعت التهديدات على الطارمية والميليشيات تطالب بتهجير أهلها بحجة وجود خلايا نائمة، بينما المعلومة المؤكدة يقول التي تسلمها الكاظمي في زيارته للطارمية هي أن هناك صراع في الطارمية بين ميليشيا النجباء والعصائب، كما يقول صراع اقتصادي، وأن النجباء لا تريد مشاركة العصائب بما تحصل عليه من موارد مالية. وتأكد الكاظمي من أن العصائب متخادمة كما قال مع الإرهابيين اقتصاديا، وهي من تواطأ لتدبير الهجوم الأخير على النجباء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها، وكان عنوان الحلقة الجوع والمرض يفتكان بسجناء العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.